بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أيها الشعب الكويت الكريم، عظم الله أجركم وأجرنا، نعزيكم ونعزي أنفسنا بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. نسأل الله له المغفرة والرحمة، وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسن أردم، تركيا، بورصة.